نشر سفيان البحري على الصفحة الخاصة بتتبع أخبار الأسرة الملكية والتي يديرها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي فيديو يدعي أنه جديد للملك محمد السادس ظهر فيه وهو يتجول داخل مركز تجاري بالعاصمة الفرنسية باريس رفقة المقاتل المغربي محمد حميشة. وأثر الفيديو الجديد ارتياح المغاربة الذين اطمأنوا على صحة ملك البلاد حيث بدأ في حالة جيدة، مما يعني أنه قد شفي تماما من فيروس كورونا الذي أصيب به قبل بضعة أسابيع. يشار إلى أن العاهل المغربي كان قد توجه إلى فرنسا شهر يونيو الماضي في زيارة خاصة قبل أن يعلن الديوان الملكي إصابته بفيروس كورونا، لكن دون أن تظهر عليه أي علامات.